مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة غدير. كما تشاهدون معنا حالية سير مروعة بعدما فقد السائق هاته السيارة السيطرة على القيادة ليرتطم بهذا العمود الإسمنتي هنا بشارع الحسن الثاني محدثا كارثة عظمى، فلولا الألطاف الإلهية لا وقعت ضحايا في الأرواح كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالحادثة لحدود لحظة الأسباب الكامنة وراء غير معروفة بتاتا، في انتظار وصول عناصر الأمن إلى عين المكان من أجل فتح تحقيق حول ملابسات وحيثية هذه الحادثة المروعة التي شهدها شارع الحسن الثاني بمدينة غدير. كما تشاهدون معنا متابعينا الأوفياء، فالحادث ناجم عن ارتطام قوي جدا بهذا العمود لهذه السيارة التي فقد صاحبها السيطرة على القيادة لتنعرج فوق الرصيف. لو كان شخصا فوق الرصيف لكان في عداد الموتى لا قدر الله. كما كتشوفوا معنا هذه الحادثة المروعة لهذه السيارة التابعة لإحدى الشركات الخاصة والتي فقد سائقها السيطرة على القيادة ليرتطم بهذا العمود الإسمنتي محدثا خسائر مادية جسيمة بسيارته، وأيضا خسائر على مستوى هذا العمود الإسمنتي. كما كتشوفوا تضرر الواجهة الأمامية للسيارة بشكل كبير جدا، فلحدود لحظة لا نعلم يعني الحالة الصحية للسائق، لأن يعني كما كتشوفوا فالسيارة خالية والسائق ربما فر هاربا بعد هذه الحادثة المروعة لهذه السيارة التابعة لإحدى الشركات الخاصة بمدينة غدير. كما كتشوفوا معنا خسائر فادحة بالجملة، ولكن هناك ولله الحمد الألطاف الإلهية حالة دون حدود خسائر مادية. فأنتم كتشوفوا معنا الحالة التي أصبحت عليه السيارة بعدما انعرجت على مستوى هذه المنطقة. أنتم كتشوفوا معنا شوفوا الكارثة العظمى، فلولا الألطاف الإلهية لكانت خسائر فادحة في الأرواح. أنتم كتشوفوا يعني أين انطلقت يعني هذه السيارة بعدما انعرجت وارتطمت يعني بأعمدة حديدية على مستوى الرصيف كما كتشوفوا معنا على المباشر. فأنتم كتشوفوا يعني انطلقت هذه السيارة من هذا المكان قبل أن يستقر بها المطاف بهذا المكان أنتم كتشوفوا على المباشر. فغادي نحاولوا بطبيعة الحال أن نتجنبوا باش ما ناخذوش يعني الماتريكول ديال السيارة. فأنتم كتشوفوا يعني السيارة التي انعرجت لتستقر بهذا المكان كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فهذا السيارة هي سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة والتي كان يقودها شخص قبل أن يفقد السيطرة على القيادة ليرتطم بهذا العمود الإسمنتي محدثا فوضى كبيرة على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة غدير في الساعة الأولى من صبيحة اليوم. فربما الأسباب التي أدت إلى انعراج هذه السيارة إلى هذا المكان وارتطامها بهذا الشكل فغير معروفة بتاتا. فكما قلت فالخسائر المادية هي التي تحية لك أخويا محمد أمين، شكرا لك. فكما قلت فليست هناك أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالسيارة وهذا العمود الإسمنتي الذي ارتطمت به هذه السيارة. انتم كتشوفوا يعني السيارة انطلقت من يعني مسافة بعيدة وربما كانت السرعة القصوى التي كان يسير بهذا السائق هو الذي أدى إلى هذا الحادث المفجع، لكن لحدود لحظة فالتحقيقات التي ستبشر عناصر الضابط القضائية تحت إشراف النيابة العامة هي التي ستحدد حيثية وملابسات والسبب الرئيسي لهذه الحادثة المروعة التي كادت أن تخلف حمام دم بشارع الحسن الثاني لولا الألطاف الإلهية. فكما قلت فالحادث خلف فقط خسائر مادية فادحة لحقت بهذه السيارة، فيما ليست هناك أي خسائر بشرية إلى حدود اللحظة. فالحالة ديال السائق لا نعلم عنها أي شيء لأن
ربما بعد ارتكابه لهذه الحادثة ففر من عين المكان ولم يظهر له أي أثر إلى حدود اللحظة، والكل ينتظر وصول عناصر الشرطة من أجل فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات هذه الحادثة المروعة على مستوى الشارع الحسن الثاني بمدينة أكادير. فلولا الألطف الإلهية كما قلت، ولو كان يعني هذا الحادث وقع في ساعة الديروة في هذه الساعات اللي كانت تواجدوا فيها الآن، لكانت هناك خسائر بشرية كبيرة، لكن الألطف الإلهية حالت دون ذلك ولله الحمد. فقط هناك خسائر بشرية هي التي عفوا خسائر مادية هي التي وقعت على مستوى شارع الحسن الثاني لهذه السيارة التي أصبحت كلها محطمة على مستوى الواجهة الأمامية ديالها كما كتشوفوا الحالة ديالها بطبيعة الحال. فلحدود اللحظة يا أخي، فمحمد بن ما عرفناش أخويا، العلم لله، ما يمكنش أننا نتكهنوا بأي شيء. فربما يعني واش الإرهاق، واش شيء آخر، واش القيادة بسرعة مفرطة، واش فالعديد من الفرضيات تطرح نفسها بحدة بسبب يعني هذه الحادثة والسبب الرئيسي ديالها. فلحدود اللحظة الأسباب غير معروفة بتاتا. فالحادث وقع في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، فكما قلت لولا الألطف الإلهية لكانت هناك خسائر بشرية، لكن ربما الساعة ديال الحدود ديال هذه الحادثة كان الشارع خالي تماما من أي شخص. فكما كتشوفوا معنا على المباشر، فالحادث بطبيعة الحال الحادث خلف خسائر مادية فادحة على مستوى هذه السيارة، وأيضا على مستوى تجهيزات ديال الشارع بعدما تم اقتلاع عمود كهربائي بسبب السرعة التي كانت تنطلق بهذه السيارة. كما كتشوفوا انتم كتشوفوا يعني هذه السيارة كيف أصبحت حالتها بعد ارتطامها بهذا العمود الإسمنتي. فنسأل الله السلامة والعافية ومزيدا من الحيطة والحذر، وأيضا ربما الضباب الدامس والضباب الذي يلف مدينة أكادير قد يكون سبب رئيسي في هذا الحادث. فكل الاحتمالات واردة، فالتحقيقات ديال عناصر الضابطة القضائية هي التي ستحدد السبب الرئيسي لهذه الحادثة المروعة التي كادت أن تخلف خسائر بشرية لولا الألطف الإلهي على مستوى الشارع الحسن الثاني كما كتشوفوا على المباشر متابعينا الأوفياء. فللتذكير، فهذه الحادثة وقعت في الساعة الأولى من صبيحة اليوم بعدما فقد هذا السائق السيطرة على القيادة ليرتطم بهذا العمود الإسمنتي، فالسيارة انطلقت بسرعة جنونية قبل أن ينتهي بها المطاف بهذا المكان. فلولا هذا العمود الذي أوقف سير هذه السيارة لكانت هناك خسائر بشرية لا قدر الله. فالحمد لله والشكر لله أنه فقط هناك خسائر مادية، في حين أنه ليس هناك أي خسائر بشرية لحدود اللحظة، والحالة الصحية لسائق هذه السيارة غير معروفة، لأن ربما من هول يعني الصدمة ومن هول الفاجعة فالسائق اختفى عن الأنظار بعد ارتكابه لهذا الفعل الجنوني ولهذه الحادثة المروعة كما كتشوفوا معنا على المباشر. صراحة أختي سي أكادير شارع الحسن الثاني بالضبط حيث وقعت هذه الحادثة المروعة والتي تسبب فيها هذا السائق التابع لإحدى الشركات الخاصة في هذه السيارة لإحدى الشركات الخاصة بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالسيارة انطلقت بسرعة جنونية من مكان بعيد جدا، فغادي نحاولوا نقربكم بطبيعة الحال. انتم كتشوفوا، شوفوا الروينة يعني الفوضى العارمة التي ارتكبها هذا السائق بعد ارتطم بهذا العمود. بطبيعة الحال يعني
اختطم بأحد الأعمدة الكهربائية لينعرج فوق الرصيف ويحدث كارثة وفوضى عارمة قبل أن يستقر به المطاف بهذا المكان كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فلولا الألطف الإلهية لكان يعني هناك خسائر بشرية، لكن قدر الله ما شاء فعل ولله الحمد. فالحادث خلف فقط خسائر مادية فادحة بعدما تضرر هذا العمود الإسمنتي، وأيضا تم اقتلاع عمود كهربائي على مستوى هذا الشارع اللي هو شارع الحسن الثاني كما كتشوفوا معنا على المباشر.